فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم. خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطة؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذة محدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضرة الضابط، حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضية؟ اولا شروع في قتل الفنانة هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقة الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص، ده انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه، انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنه سنه وتتنفخوا سنه سنه. يا فندم، هو في حد بيعيش 120 سنه؟ ما تقطعش، قول ان شاء الله. يا حضره الضابط، انا عايزه اعترف على نفسي، انا السبب في كل ده، انا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي انت بتقولي ايه؟ انت كده هتودي نفسك في داهيه. بس يا سيف، انا المسؤوله حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واتشي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي، تعال خده. استنى استنى، طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن، يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي انت عايزه. عيني. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا امين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون، انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت، كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو، اطلع هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت؟ ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه، انت لسه عم يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اطلع هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني، لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه؟ ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل، محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه. اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميلة عسل، اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمة؟ لا ماشي مع الجربية البستاج. طب يلا انت هو اتخلع هنا. شوف بقيت معلم. السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكرة. طيب خلص. طيب ماشي. بص يا معلم، واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجة. يلا يا مسهوكة يا اختي، يلا يلا. انت مسهوكة؟ قال لك انت مسهوكة. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. هذا ضاحي. ايوه يا معلم. حسي ايه؟ ورنيش الجزمة عاد. والله ما لحقت يا معلم، الفردة الواحدة قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفردة التانية.
خلص نفسك يا واد. حاضر يا معلم حسين. أنا أسمع عن جزمة 40، جزمة 45، لكن 145 والله ما شفت. وأجي أمسك الفردة الأولانية ألاقي فيها واحدة ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. أنت طلعت موسخة بقى وبتمسح الجزم. اخلص أنت والطاري اللي معاك. طاري؟ أنا ما بقتش طاري. لعلمك أنا دخلت إسام أكتر منك. سيف الطيب مات وأنتوا اللي قتلتوه. من النهاردة أنا ما اسميش سيف. أمال اسمك إيه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. ما تقولي اي حاجة يا شيرين. هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجة بس ما تفضليش ساكتة كده، انا خايفة. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي، فكي كده، لسه قدامنا 120 سنة سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقة في السجن ده. انا عايزة بس اقعد احس. ما تلمي رجلك يا بيه، احنا مش قلنا مكانكم البلاطين دول؟ ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسالكوا التاير ده بقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم. بقول لك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعي لها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ أسود! دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص، طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. ضاحي
حصل تعادل يا رجالة. كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا أم سيف. حاج سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمون تاني. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيك عامية. 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 أبيك عامية.